بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح نأخذ مثال بسيط عن روابط دمج النصوص اللي شرحناها في الدرس السابق. رح نأخذ برنامج دمج النصوص. في البداية رح ندرج تكست بوكس، ونفس التكست بوكس نعمل له كوبي بيست، نعمل 2 ندرج بوتون، من خيار تكست للبوتون بنغيرها لدمج، بعدين رح ندرج ليبل، الليبل عبارة عن مكان بنحط فيه تكست بس ما بقدر اليوزر انه يعدله. نغير من خاصية الليبل من خاصية تكست، نغيرها لي مثلا النص الأول، نعملها نفسها كوبي بيست، نغير خاصية التكست إلها للنص الثاني. ونفسها نعملها كوبي بيست، ونغير أيضا خاصية التكست، نكتب النص المدموج. بالتالي البرنامج اللي راح نعمله راح يكون في عندنا نكتب النص الأول في التكست بوكس 1، ونكتب نص ثاني في التكست بوكس 2، ويطلع ناتج دمج النصين مع بعض في اللي هو التكست بوكس 3. طيب الكود راح يكون كالتالي، راح نستخدم في روابط دمج النصوص اللي شرحتها في بداية الدرس الماضي. راح نضغط على دبل كليك على الدمج او على البوتون 1 مشان دخلنا على الكود. راح نكتب الكود التالي، راح نكتب تكست بوكس 3.txt يساوي text box1.txt زائد quotation، وبنحط بين الكوتيشن سبيس، بعدين زائد text box2.txt. هيك بيكون كملنا البرنامج. البرنامج بسيط جدا، عبارة عن استخدام روابط دمج النصوص اللي هم هنا الزائد، اللي هم الزائد يعني دمجنا النص الموجود في التكست بوكس 1 مع النص الموجود في التكست بوكس 2 اللي هي استدعيناه من خلال خاصية تكست، وحطينا كوتيشن بين النصين الموجود في التكست بوكس 1 والتكست بوكس 2 مشان نحط فراغ بسيط بيناتهم مشان ما يلزقوا النصين بجنب بعض. طيب خلينا نجرب البرنامج. النص الأول راح نكتب مثلا باللغة العربية مثلا يزن، نكتب النص بالنص الثاني مثلا يزن العتوم، ومن ثم نكتب أو نضغط على دمج، بالتالي بطلع عنا يزن العتوم، يعني دمجنا النص الموجود في التكست بوكس 1 مع النص الموجود في التكست بوكس 2 وحطنا لياهم في التكست بوكس 3 مع إضافة الكوتيشن وفيهم سبيس. ليش؟ مشان أخلي فراغ بين كلمة يزن وكلمة العتوم.
ولو حطينا كمان أرقام بجنبهم كمان هو عبارة عن نص، فبالتالي بيدمجهم مع بعض زي ما أنتم ملاحظين، يزن والأرقام والعتوم والأرقام. البرنامج بسيط جدا، ولكن في عندي ملاحظة أنه بإمكاننا نستبدل الزائد باللي هي رمز الأند، واللي هو راح يكون عندي في الكيبورد شيفت 7. ممكن يختلف في بعض الكيبوردات، ولكن عادة هو بيكون من خلال شيفت 7. لو غيرناهم راح يكون يعني راح ينفذ بنفس طريقة الكود، ما راح يختلف. لو حطينا مثلا باللغة الإنجليزية أرب، عندنا هون تيك، راح بنفس الطريقة يدمج لنا النص الموجود في النص الأول والثاني وينتج لنا أرب تيك. هيك بنكون خلصنا المثال الأول، ورح ننتقل الثاني. رح نبدأ في المثال الثاني. المثال الثاني زي ما حكينا راح يكون عن الروابط المنطقية وروابط المقارنة. راح ندمج راح ندرج بوتون، راح نسميه بوليان، بوليان. والبوتون الثاني راح يكون نسميه انتجر. طيب الهدف من البرنامج انه اعطيكم مقارنة بسيطة جدا. اذا سيفنا جملة شرطية او جملة مقارنة في متغير بوليان، وايش الفرق لو سيفناه في متغير انتجر. نضغط على البوليان دبل كليك، منعرف متغير من نوع بوليان ديم اي as boolean. طيب ال a بعدين ثم نعمل له مساواة، a تساوي حكينا البوليان راح يكون اما true او false، تمام. طيب راح بالتالي راح نستخدم جملة مقارنة وجمل منطقية. راح ناخذ مثلا 5 اكبر من 2، بعدين نستخدم مثلا and 6 في 6 تساوي أو أصغر خلينا نحكي 3. هيك عنا جملة منطقية، في عنا جمل مقارنة اللي هي 5 أكبر من 2 و6 ضرب 6 أصغر من 3. بالتالي مبدئيا زي ما احنا بنعرف الناتج هون راح يعرف راح يكون 5 أكبر من 2 إذا true، and 6 ضرب 6 أصغر من 3 هنا false، بالتالي true and false زي ما أخذناها في الدرس الماضي يساوي false، فبالتالي الناتج راح يكون false. لو حطينا message box A يعني راح نطلع الناتج في message box، ونفس الكود لو أخذناه copy paste في الانتجر، ولكن بدل بوليان عرفنا انتجر. يعني هون نفس الشيء، ولكن بدل ما كان الاي بوليان صار انتجر. شو الاختلاف اللي راح يكون في النتائج؟ راح نتعرف عليه لما ننفذ البرنامج. ننفذ البرنامج، البوليان المتغير البوليان لو عملنا عليه كليك راح يطلع معنا false زي ما حكيت لكم true and false، بالتالي راح يطلع معنا false. طيب الانتجر لو كان true and false شو راح يكون الناتج؟ راح يكون 0. فبالتالي الاستنتاج يلي بنستنتجه انه لو عرفنا جمل مقارنة وجمل منطقية في متغير انتجر وكان الناتج false راح يكون 0. لو كان الناتج ترو راح يكون الناتج نص واحد أحد. يعني لو غيرنا في القيمة اللي هون كانت خليناها أكبر عشان يكون ترو أن ترو يساوي ترو،
ومن ثم قمنا بتنفيذ البرنامج، ضغطنا على البوليان طلع عندنا الناتج ترو، ترو اند ترو ترو، وانتجر راح يكون عندنا ماينس 1. مثال بسيط فقط للمقارن بين الانتجر والبوليان، وايضا نطبق على اللي هي الجمل او روابط المقارنة والروابط المنطقية. بنشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم. بتمنى تعملوا لايك وسبسكرايب وشير للفيديو، وايضا اذا مش مفعل الجرس بتمنى تفعله مشان يجيك كل الفيديوهات واشعارات للفيديوهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.